في ظلال العلم البحريني بلونيه الأبيض والأحمر، احتشد عشرات الآلاف في مهرجان الوفاء للشهداء في مدينة المقشع غرب العاصمة المنامة. مهرجان جماهيري هو الأول بهذا الحجم منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق في البحرين برئاسة محمود شريف بسيوني قبل عدة أيام، والذي أثبت استخدام الحكومة القوى المفرطة وتعذيبها المتمادي للمعتقلين. فلتسقط الحكومة، فلتسقط الحكومة. وفي المهرجان وجه المعارضون البحرينيون رسالة إلى الحكومة مفادها أن من واجبها الاستقالة بعد الحقائق التي أثبتها تقرير لجنة تقصي الحقائق، ودعوا سلطات المنامة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الذين أكد التقرير تعرضهم للتعذيب بشكل متعمد. لو ثبت 10% فقط مما ثبت تقرير بسيوني على هذه الحكومة من انتهاك، 10% فقط، لو ثبت 10% فقط على أي حكومة في العالم تحترم نفسها لقدمت استقالتها أثناء الكلمة قبل أن تنتهي. وفي خطبة الجمعة ضم رئيس المجلس العلماء في البحرين الشيخ عيسى قاسم صوته إلى صوت الجمعيات السياسية المعارضة مطالبا الحكومة بالاستقالة. ونسأل هل يكفي لإدانة حكومة إلا سقوط ألوف القتلى من أبناء شعب قليل العدد؟ هل يطلب أن يجزر من أبناء البحرين وشعبها القليل العدد بقدر ما سقط من عدد قتلى في مصر؟ وفي السياق أكد عدد من الأطباء البحرينيين الذين سبق أن اعتقلتهم السلطات ما أشار إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق من تعرضهم للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات منهم أو الانتقام. لم يكن بالحسبان يوم من الأيام أن يعني نعتقد أن يصير لنا أو نمر بالتجربة المريرة اللي مرينا فيها من يعني اعتقال وتنكيل وتعذيب